بلقاء اللي سمعته هسه من شاكر الجبوري، انتم طالعين تريدون تحلون اداره فلاح حسن، تجون تشكلون هي مؤقته، تقول كابتن فلاح تعال قود لنا الهيئه مؤقته. من قال لك؟ قال شاكر هذا الكلام يرجع له يحكي وحده، ما لنا دخل. صحيح ما لنا دخل بيه، يتكلم بما هو شي يريد، يريد حقه يا رجال، تعرف وضع من وين كان بوضع وهسه بوضع، شي يريد يتكلم انا انطي الحق. احنا صراحه هالطرقان، انت تدري هذا الموضوع ايش وقت طرقانا؟ قبل اربع ايام ان تسويه من عندكم قسم ومن عندكم قسم، رفضنا رفض قاطع. احنا ما جايين نساوم، احنا جايين بقضيه، مو مساله جايين كيكه ودلع. ولا ذكرتوا انتم نقطه انه الكابتن فلاح حسن يقود الهيئه المؤقته، على على اساس؟ على اي اساس مثلا كابتن يقود الهيئه المؤقته؟ ايش سوينا احنا اذا قاد الهيئه المؤقته؟ ايش راح نسوي؟ نفس الهيئه العامه ونفس الانتخابات وراح تجي وتتصفص. شنو اللي حصلناه من هذا الشيء؟ حبيبي هيئه اداريه اكو خروقات، ما ملتزمين حسب القانون، حلت الهيئه الاداريه. عندهم قانون يتجهوا له، اكو قلت لك تمييز، يتجهوا لمركز تسويه، هاي من حقهم قانون، واحنا ويا القانون، احنا جينا بالقانون ونطلع بالقانون. قانون ترشحون رئيس اللجنه الاولمبيه اللي مصوت على حل اداره الزوراء، من قال للهيئه المؤقته؟ من قال هذا؟ من قال هاي اخبار؟ يعني هسه ما راح يصير عقيل مسكين؟ من يقول؟ من يقول حبيبي؟ من يقول هذا يعني كلام؟ يصير هو القاضي هو الخصم هو هذا كلام؟ فكره هذا كلام؟ كابتن ابو سعيد يحكي بالمنطق. احنا ناخذ من كابتن كلام مصطفى اليوم، ناخذ من وقتك اليوم انت كابتن مصطفى كيف؟ لانه هاي الامور كل الاولين. اولا تحياتنا الى الكابتن عقيل مفتين. عقيل مفتين من